اعطينا تعليمات لضروره اعاده النظر في المراسيم والقوانين التنظيميه المسيره لقطاع الصناعه التقليديه والحرف، وين يكون فيه مجال اكثر للحرفي لابراز مواهبه والامكانيات نتاعو، وكذلك اعطاء مجال اوسع للغرفه الوطنيه والغرف المحليه للمبادره، وتكون لا مركزيه اكثر في اتخاذ القرار ضمن هذه المراسيم. امور متعلقه بالتكوين، امور متعلقه ببيع صوره الجزائر بالخارج، خاصه بالنسبه للمشاركه في الصالونات الدوليه.